طبعا في عهدهم انشئ هذا المعهد في عهد الدكتور اشرف فراج، وايضا استكمل المسيره الدكتور عباس سليمان، وبدا المعهد يشتغل من خلال الاقسام المختلفه، من خلال قسم التاريخ، قسم الاثار وغيرها. ولكن وجدنا لازم يبقى فيه ولو يعني مكان، دلوقتي احنا بنقول مكان صغير، بعد كده ان شاء الله يتوسع ويتوسع باذن الله. احنا شاربين طبعا توسعات راسيه وتوسعات افقيه في كليه الاداب. مهندس وحيد اللي هو ادانا الجمال اللي احنا هنشوفه دلوقتي، والشكر والتقدير ليكم كلكم، لان عيونكم فيها نوع من المحبه والموده، وعندنا رؤيه في خدمة تراب وتراث بلدنا. وشكرا جزيلا. كل الشكر من الجامعة السباقة للإسكندرية اللي نسميها في التقليد الكنسي المدينة العظمى. لما بزور أي بلد من البلاد، كنا في الأقصر امبارح، فبقول لهم انا تبع المدينه العظمى، قال يعني الاقصر مش عظمى؟ قلت له لا، هي اسكندريه اسمها المدينه العظمى الاسكندريه. هذه المدينه التي ضمت كل الثقافات العالميه واستقبلتها بروح طيبه، استقبلت اليوناني والروماني والافريقي والاوروبي هنا واليهود. علشان ان احنا نجامل، لا طب انا بقول الكلام ده كلام عام، علشان ايه نوصل لهذه المرحله فيها نحس ان احنا معانا فيها نقطه.